السلام عليكم ومرحبا بكم مرة أخرى في وصفة جديدة من قناة شيوات جميلة. الأخوات اللي طلبوا مني الطريقة الثانية لترقيد الفلفل والخضر إن شاء الله غنعملوها مع بعض الأسبوع الماجي، واليوم إن شاء الله غادي نلبي رغبة الأخوات اللي طلبوا مني وبكثرة طريقتي في تحضير مربى البرتقال. نتمنى الأخوات اللي طلبوا مني هذه الوصفة يكونوا في المشاهدة، ونتمنى المتتبعي القناة يستفدوا من هذه الوصفة، فعلا كيجي رائع. نتمنى تجربوه وينال الاستحسان ديالكم. إذا انتقلوا باش نتعرفوا على المكونات وطريقة التحضير. بالنسبة للمكونات سنحتاج لكيلوغرامين من البرتقال، حبة ليمون أو حامض، 750 غرام من سكر الخشن أي سنيدة، وسنحتاج كذلك لقطرات من روح ماء الزهر، يمكن تعويضه بكيس من سكر فانيلا. أنا سأستعمل اليوم سكر بنكهة زهرة البرتقال من فئة 7.5 غرام. إذا ننتقل للطريقة بإذن الله. اول حاجه غادي نتخلص من القشر ديال البرتقال، وغادي نحتفظ بقشر برتقالتين لما بعد. غادي نقسم البرتقال لدوائر، وغادي نتخلص من الشوائب والعظيمات اللي كيكونوا في البرتقال. غادي نستمر بهذه الطريقه حتى نكمل كميه البرتقال اللي عندي كامل. غناخد نص حبة الليمون الحامض، غادي نقطعها لدوائر بالقشر ديالها. غادي نتخلص من الشوائب ومن العظيمات اللي تيكونوا في الليمون الحامض، وغادي نضيف الدوائر ديالو على دوائر البرتقال. اما النصف المتبقي فغنخليه جانبا لما بعد، لانني ساحتاج عصير نص حبة ليمون حامض فيما بعد. غادي نضيف السكر الخشن على البرتقال والليمون. غادي نخلط المكونات ونغطيهم ببلاستيك غذائي لمدة ساعتين على الأقل أو ليلة كاملة بالثلاجة من الأفضل. وفي هذا الأثناء غادي نحضر قشر البرتقال. بالنسبة للقشر غادي نتخلصوا من الطبقة البيضاء الداخلية، ونحتفظ فقط بالطبقة البرتقالية بهذا الشكل. وغادي نحاولوا نقطعوا هذا القشر لشرائط رقيقه. غادي نعملوها في قدر، وغادي نضيفوا لها الماء البارد حتى نغطيوها بالماء البارد، ونعملوها فوق النار بمجرد الغليان. غنحسبوا 10 دقائق ونزولوها من فوق النار ونصفيوها ونخليوها جانبا. بعد مرور ساعتين كتلاحظوا تكون سائل البرتقال بفعل تفاعل البرتقال مع السكر الخشن. غنعملوا الخليط كامل في قدر فوق النار. النار في الاول تكون قوية، بمجرد الغليان غنقصوا النار لاقصى حد. عند الغليان غنقص النار لاقصى حد ونخليها 30 دقيقة، ومن بعد نزولها فوق النار ونخليها حتى تبرد شوية، ونطحنها في طحانة اليدوية من الأفضل. ممكن تعملوها في الخلاط الكهربائي، أنا كنفضل الطحانة اليدوية. كنطحن كل شيء مع دوائر الليمون الحامض اللي بالقشرة ديالها. غادي نرجع الخليط في قدر فوق النار. غنضيف له الكيس ديال السكر المعطر بزهرة البرتقال، ثم قشر البرتقال. نعمل الكل فوق النار مع التحريك المستمر من وقت لآخر، وكل مرة نزول الرغوة اللي كتشكل على الوجه. الرغوة من الأسباب اللي كتأدي الفساد المربى، لابد من الإزالة ديالها. غنخليو المربى فوق النار 30 دقيقة مع التقليب المستمر، ومن بعد غنعملو التجربة الأولى. غادي نعملوا هاد الحركة، والطبقة العلوية ما خصاش تنزل عن الطبقة السفلية. أما التجربة الثانية أننا كناخدو قدر كنعملوه في المجمد، وكنعملو فيه القليل من المربى. فهنا كنلاحظوا بأن المربى خاصو 10 دقائق إضافية أخرى فوق النار. في هاد الأثناء غادي نزيد عصير نص حبة ليمون المتبقية، وغادي نرجعو فوق النار مع التقليب المستمر لمدة 10 دقائق أخرى.
عصير الليمون الحامض هو مادة حافظة طبيعية، كما أنه يعمل على تركيز اللون البرتقالي في المربى. هو يعمل على تركيز اللون بالنسبة لجميع الفواكه المطبوخة. من بعد تحضير المربى وهي ساخنة، كنعملوها مباشرة في قنينات معقمة. كنسدو القنينة وكنقلبوها بالصورة اللي موضحة قدامكم، كنخليوها هكذا مقلوبة حتى كيبرد المربى نهائيا، عاد كنعاودو نقلبوهم. مدة طهي مربى البرتقال في المجموع 1 ساعة و10 دقائق، بما في ذلك مدة المرحلة الأولى مع مدة المرحلة الثانية، و10 دقائق الإضافية، وهذا كامل فوق نار خفيفة ماشي قوية. وهكذا كيكون شكل مربى البرتقال ملي كيبرد، كيجي رائع رائع جدا، لا من حيث الشكل ولا من حيث المذاق. شخصيا كيعجبني تحضير مربى البرتقال بقشر البرتقال، وكيعجبني يكون منسم بالليمون الحامض. كنتمنى الأخوات اللي طلبوا مني بكثرة هذه الوصفة يستافدوا منها. إذا عجبتكم الوصفة ديال اليوم، عملوا لايك الفيديو، شاركوا الوصفة مع الأصدقاء باش تعم الفائدة. واللي باقي ما اشتركش بالقناة ديالي يشترك فيها بالضغط على صابوني أو سبسكرايب أو اشتراك مع تفعيل الجرس. والإخوان والأخوات اللي كيطلبوا الوصفات باللغة العربية الفصحى، غادي تلقاو رابط الوصفة أسفل الفيديو بصندوق الوصف. هذا الرابط غينقلكم مباشرة للموقع الإلكتروني jamilatirbilsismagazine.net. استودعكم الله أحبتي في الله، وإلى وصفة قادمة بإذن الله.